السلام عليكم اخوتي. اليوم عندي راح نحل المطير تاع عطاس. كي بديت نحل بديت نحي لي فيش، شوفوا راه فيش لي من هنا الخيوط، ام دايرين الكحل الاحمر ومن بعد الابيض، الاحمر في النص ومن بعد الابيض لتحت. الكابتر هذا مكسر، هي عندها قدان حاجه ديريتها من الاول، جيت نحاها شوفوا كيف لقيتها يا اخوتي بشرطيطها. ما نقول لكم بوشينا ما فهمتش انايا مديرين لها شرطيطون. راشيه ديجا راشيه باسكو تتباع لابيب كامله، على هذيك داروا لها شرطيطون. باسكو لابيب تاعها غاليه شويه على هذيك. المهم فيها قد نبريكول هذيا، السيد مولاها شراها جديده ما يعلمش واش فيها واش ما فيهاش. هذا هي عندها حتى السرتير مكسر هاك تشوفوا فيه، او قال لي عليه مولاها. زدت لقيت له ديكوفريت له هذا تاع الريح اللي من لورا، باسكو تيو هاو تيو مش راكب، هاي مكسرة، هادي هاي مكسرة، ها هي لازم لها وحدة ولازم لها ستارتير ولازم لها لا بي بي دي مولاها. المهم قال لي حلل لي وشوف لي واش كاين واش ما كانش. بونو تاع تور دو بوا تشوفوا كيفاه مدايرين، واحد طويل والدرو لها تاعها الكاتورز، حطوا لها واحد طويل وبلوك بدو زيكرو. المهم فيها قداه بريكول، بريكولية ياسر هذي، فيها قداه بريكول ومش خدمة يعني تاع بريكول، اي وين ديباني ولا تاع فزات. كاين دواء محلول هدايا مازلت ما فيريفيتش الاخرين، محلول شوية. هذا درك راح نحل الموتور بإذن الله ونعطيكم واش لقينا واش ما لقيناش بإذن الله. أنا قاعد نوجد نحي باه نحل، نحي لها الموتور إن شاء الله. هذا هو، ومن بعد إن شاء الله نعطي لكم واش لقينا واش ما لقيناش فيها. كي جيت من تحت نحيت لاشان، نحيت الكاس، نحيت القصدير هذيك تاع اللي تجي مع الكابتير، لقيت شوية مال هنا كما كنتم تشوفوا فيه تزنزير. تبعتو الكروا لا بومبا اوت ودر شويه الماء، هاي من الفوق باينه درك. من بعد اوتوماتيك ماي راح يهود البلوك، باسكو عندنا في البروكان طايح. كي اكسيليريت ديك النهار جربت الطوموبيل اكسيليريت في البروكان يطبطب، كان جهه بياله طايحه. اصلا درك راح نحي البلوك و يبان لنا من بعد لا بومبا هو يجينا قدامنا، هي تكون لاصقه في البلوك تبان لنا اسك تولد الماء ولا ما تغدرش. هذا هو. كاينه حاجه اخرى خوتي، شوفوا رانا الضربه تاع الضرب تاع لاميل وين تحت البولون هذا، كيف كيف هنا هنا وسي انا راه في بيروك ما تضو شويه. هذه فورا ولا ديجا، هاي تربط على لاميل من باينه من هنا وسي. هذه فورا ولا لي بولون تاع لارون، كاش ما طلعت على لارون بتقسمت و بولون ديجا مبدل. هذا خطاها، حطينا لها واحد بلي طوال. فورا طلع ما فورا ولا لي بولون تاع لارون وعودوهم، عودوهم على ذيك مبين كيما خوتي كما قلت لكم. بولون ديجا لي بولون معودين، شوفوا هذا كيما هزيت وخرج به بالفيلتاج تاعو. هذا قريب ما كانش حاكم، هذا ينجم يعمل حس كي تنوض الطوموبيل او خرج به الواحد تاعو اللي داروه هو. مش حاكم قريب خلاص، دوك نحيوه. يعني بدل ما نعمل في الفيديو باخويا مولاها يشوف واش كاين واش ما كانش في الطوموبيل. اما نورمالمون ما داروهمش بالنحاس، داروهم بالنحاس غلطه دي. نورمالمون ما داروهمش بالنحاس وما برساوش قد قد. تشوفوا خاوتي او برساوها عوجه وعريضه لهنا، هاي عريضه ما برساوهاش قد قد. من بعد دوك نحيو لاكيلاس و نزيدو نشوفو واش كاين.
هسيب لك خلاص ناحيتها يبان لي بنوطة سيبر شوف كيف عامل خوف هذا ما مزيد ما مسيت والو بنوطة سيبر عامل خوف خلاص هذا هذا الكوتوماتيك ما راح نحيه ورزمون ما طاحلوش ما راحش وسيبر شوفوا كيف مقدم هاوكا نقدم الجهة على قوش قريب يولي يقيس في الجهة على قوش وهارب يسعر على الغروات شفتوه دوك نكمل النحي دي مونتي طبعا طلعش الزيت ياسر دوك كونفيرميني بعد خويا عامر مولاها هذه لا ديريت ما كانتش راكب الكولي تاعتي وتاعها ما كانش راكب خلاص هي راشيه خلاص بعد نشوفوا لازم له بيب كيما هكا ونشوفهم بعد لي سوباب اوتوماتيكمون راحين يتبدلوا اذا كان ولينا في ريفيزيون اي بان راحين يتبدلوا اوكي راس لقيتها شويه ليجرمون مرخوفة مش شوية كاين بولات مرخوفين وفي النص يبين عوجة في النص أي حالة خلاص درك بعد نحيو جوان الكراس تبان لنا هي لا تبان ملاحة أنا ملاحة ملاحة على الكراس درك نكمل ديمونتي نشوف ان شاء الله واش لقينا من بعد لي بيستون يبقى الهضره عند التورنر هو اللي يقول البلوك مليح ولا مش مليح لي بيستون مليح ولا مش مليح بعد الهضره كامله عند التورنر هذا هو بون هذا كيف كيف خطاها تاع الكابتر كليكيتيس حطينا له واحد بالمال تحاول يجيب الدوز دوريجين شوفوا خاوتي حتى الديمارار مكسر الكونتاكتر تاعو مكسر وبين قصرة قديمة قصرة قديمة ما زلت حتى ما نحيتوش او خامس خلاص من الداخل شو حنقول لكم طوموبيل هادي والله قدرة كنت ماشية هاي انا نحي فيه بجربة نجبد الموتير هاو مكسر لقيته يتحرك حرت جيت نشوف هاو مقروط خلاص نحيه في الكابل دوك نحيه وتشوفوه حتى الكسره فيها الخماج بعد عنده قدام هو مكسرو عجب كيف كان يضرب هذا دوك نشوفو كيف نديرو له حل بربي ان شاء الله فيها خدمه بزاف هذه الطوموبيل شوفوا خاوتي السيبر وعليها قريب يقيس في الواحد شوفوا قد ما خارجه برك الاباك تاعو على البرسو شوفوا قد ما مو با ان سنتيمتر ما كاش حتى نص سنتيمتر كي نحطو قد قد واحد نص سنتيمتر يا ربي 4 مليمتر من هنا خارج بزاف هذا من بعد باش ما نجم نهبط له فيه شويه باللابريس لكان قدرت باسكو شويه واعره ما نضمنش عندي حاجه قد وفر على سيبور كاش ما لهنا لازم تكون حاجه قد سيبور برك با نهبط جوستومون نهبط سيبور شويه برك يعود خارج ليه باه يهرب له هذا يهرب على هذه جهه لهنا تهرب على البرسو باه ما يديروش فيبراسيون باه ما يقيسلوش باسكو مع الوقت يكون يموت سيبور شويه دوك يولي يتكع على البرسو يولي يرجع فيبراسيون الميكانيزم تاع لومبرياج اللي فيها حطيته مقاميت تمو اللي لقيتها هي في حاله ساعه وجديد في الفاليو راكب فيها ميكانيزم فاليو جديد هذا هو لقيت يصلح فيها ما مازلنا ما حليناش الموتير او نحيته او معلق دوك نهبطو نقلبو نحيلو الكارتير ونحيلو لي بيستون نشوفو لي ساقمون تاعو تبقى لنا دركا والفيلبروكا قلنا من بعد الهضره كامله عند التورنر اسك مليح ولا ماهوش مليح
ولا طايح ولا باين راح يتعاود تفاصون، بس تاكل شويه زيت. يا ربي شوفوا خاوتي كما نحيت الكارتير، شوفوا واش لقيت فيه. هذا ما ديك راه تاع حديد، هذا حديد، كاين الحديد وكاين الوحده هاي حديد، هاي حديد توسي خلطه بال وحده الزيت. درك نحل لي بيستون وفي البركه ونقول لكم واش لقينا ان شاء الله. تفاصيل مولاه هاني النهار الاول قلت له شوفوا الصفايه كيف هي. واش راك حوسي؟ تفاصيل مولاه النهار اللي سمعت الموتور النهار الاول قلت له عندها في البركان طايح، عندها بيلا شغل تضرب كي نكسيليري. دروك نحلو ونشوف ان شاء الله. شوفوا لا كاتريام بيال، ها هي كيف لي كوسيني تاعها طايح. ما تشوفوش الضربه هذا، الضربه هذا با خرجت هنا، بس شوفوا كيف متراسيه سيرتو بالشبكو تاعها، مش مضروب. شوفوا كيف متراسي، هذه كانت تطبطب بسوا هذه البيال هذه. دروك مش راح نقدر نبقى نصور يديها بالزيت، دروك نحيو كل شيء ومام لي بيستون. شوفوا هاو البيستون الاول، شوفوا من هنا كيف متراسي متراسي. ها من نفسي متراسي، هذا من زيت مشتوش. دروك راح نشوفه معكم كيف كيف. شوفوا فيه متراسين اللي بحيط. درك نحيو التورنير، تبقى الهضره الاولى والاخر عند التورنير، هذا هو. درك نكمل نحي في البركان بالكنز تزبون، نحي البومبا لويل صاي. برك يبقى لنا بعد يروح كل شيء عند التورنير وهو يكونفيرمي لنا واش اللي فاسد واللي طايح ولا لا. ما امبوسيبل نعرفوهم احنا بعينينا، ويكذب الميكانيسيان اللي يقول لكم نعرف حاجه بعينية ولا البلوك طايح ولا مش طايح بعينيه، يكذب عليك الميكانيسيان، امبوسيبل يعرفها بلا بالما. والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى. شوفوا تاع الدوزيام والتروازيام وسي كيف 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 طايحين. نهار اللي قلت لك في عندنا ليبيا اللي يضربوا، هاي بانت الكونفيرماسيون تاعي صحيحه كي سمعت الموتير. هذا هو، زدت لكم الطرف هذايا تاع الفيديو باش نشوفوا الدوزيام والتروازيام بركة بعد ما حليتهم، ونقول لكم السلام عليكم. كم معلومه برك في البركه راهو معدي ديجا 0.25. هيا كم تشوفوا فيها، 0.25، 0.25 كون تاعو 0.25، يقدر درك يروح ل 50 ولا 75، سا ديبون على الضرب اللي واش طايح.